أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثانية second unit. Last time we read these examples and we listened to the audio as well. Mr. Inam, you are first. Ibn Shati, you are second. السلام عليكم سر، وعليكم السلام. صرف قرآن پڑھ رہا تھا اس لیے سوری. Okay. جی پڑھنا ہے. Yes. دوسرا کون ہے؟ ابن الشاطی ہے اور انعام ندوی. جی بہترین. المثال الأول، أين المعطف؟ هذا هو مئته. أين الغرفة؟ هذه هي الغرفة. أين إب؟ أين الإبن؟ أين الإبن؟ أين الإبن؟ هذا هو الابن. أين المصلي؟ مصلى. هذا هو المصلي. المصلى. أين المصلى؟ أين المسجد؟ هذا هو المسجد. أين الحمام؟ هذا هو الحمام. أين الصورة؟ هذه هي السورة. هي الصورة، صاد الشمسي حرفه. أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة. أين النظارة؟ هذه هي النظارة. أين الإبنة؟ هذه هي الابنة. هي ابنة. التدريب الثاني، دوسري مشق، تبادل السؤال والجواب مع زميلي كما في المثال. سؤال والجواب کو کہہ رہے تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ، جیسے کہ دو مثالوں میں کیا گیا ہے. المثال الاول، پہلی مثال، الطالب الاول، اين سعيد، سعيد کہاں ہے. الطالب الثاني، سعيد في الغرفة يقرأ القرآن، سعید کمرے میں ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے. المثال الثانی، دوسری مثال، اینا سعیدہ، سعیدہ کہاں ہے. سعیدہ فی الغرفہ تقرأ القرآن، سعیدہ کمرے میں ہے، قرآن پڑھ رہی ہے. دوسرا ہم نے تصویروں کے حساب سے جملہ بنا دیا. اس کو میں دیکھتا ہوں کہ آڈیو ہو تو آڈیو بھی سن لیتے ہیں. التدريب، أين الابن؟ هذا هو الابن. أين المصلى؟ التدريب الثاني، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. المثال الأول، أين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. المثال الثاني، أين سعيدة؟
سعيدة في الغرفة تقرأ القرآن. التدريب: أين صالح؟ صالح في المسجد يصلي. أين صالح؟ صالحة في المصلى تصلي. أين شريف؟ شريف في الحمام يتوضأ. أين شريفة؟ شريفة في البيت تتوضأ. عائشة خان. ابن الشاتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابن الشاتي آپ فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں، عائشہ آپ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہیں. اس تصویر کے حساب سے سوال جواب کریں. أين الصالح؟ میں نے کیا بولنا ہے؟ ان کے أين سوال کا الصالح؟ جواب دیں. صالح کہاں ہے؟ صالح مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے. صالح في المسجد. ٹھیک ہے، پھر يصلي. يصلي. صالح في المسجد يصلي. ٹھیک ہے. أين صالح؟ صالحة في المصلي. مصلى. مصلى تصلي. ٹھیک ہے. أين الشريف؟ شريف في الحمام يتوزأ. أين الشريف؟ شريفة في البيت تتوزأ. الوحدة الثانية دوسرا یونٹ ہے، الاسرا فیملی کو کہتے ہیں. الدرس الرابع عشر 14 سبق ہے. تدریب الثالث تیسری مشق ہے. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. وكان سؤال جواب کا تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ، جیسا کہ مثال میں کیا گیا ہے. المثال: الطالب الاول. من هذا؟ یہ کون ہے؟ تو والد کہتے ہیں، والدی اردو میں بھی کہتے ہیں فادر، اور والدی میرے والد صاحب. هذا والدی عدنان هو مهندس، یہ میرے والد عدنان ہیں اور وہ انجینئر ہیں. تیسری مشق: التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: من هذا؟ هذا والدي عدنان، هو مهندس. التدريب: من هذا؟ هذا عمي عمر، هو مدرس. من هذا؟ هذا جدي سالم، هو طبيب. من هذا؟ هذا أخي صالح،
هو طالب. من هذا؟ هذا صديقي علي، هو معلم. نام ندوی، آپ جی فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہنا چودھری، ماریا، سر میں دوسرا کر لیتا ہوں. اوکے سو سٹارٹ کریں. مس ماریا، یہ مثال پڑھیں آپ. من هذا؟ هذا والدي أدنى، هو مهندس. اب ہماری آپ نے سوال پوچھنے ہیں یا آپ کو جواب دیں گے؟ من هذا؟ من هذا؟ هذا عمي عمر، هو مدرس. من هذا؟ هذا جدي سالم، هو طبيب. من هذا؟ هذا أخي صالح، هو طالب. من هذا؟ هذا صديقي علي، هو معلم. التدريب الرابع، چوتھی مشق. حول كما في المثال، تبديل کریں جیسے کہ مثال میں کیا گیا ہے. المثال، الطالب الأول، پہلا اسٹوڈنٹ کہتا ہے، تو والد کہتے ہیں فادر کو، هذا والدي عدنان، یہ میرے والد عدنان ہیں. الطالب الثاني، دوسرا اسٹوڈنٹ، هذا والده عدنان، یہ اس کے والد عدنان ہیں. التدريب الرابع، حول كما في المثال. المثال، هذا والدي عدنان. هذا والده عدنان. التدريب، هذه والدتي خديجة. هذه والدته خديجة. هذا ابني بدر. هذا ابنه بدر. هذه أختي سلمى. هذه أخته سلمى. هذه عمتي عائشة. هذه عمته عائشة. هذا عمي عثمان. هذا عمه عثمان. هذا صديقي أحمد. هذا صديقه أحمد. جو ہو ضمیر ہے یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، خواتین کے لیے ہا ہوتا ہے، ہا الف ہا. مس وجیہ، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں. اوکے سر، میں نے آپ سے کوشچن پوچھا تھا کہ یہ آپ بتا رہے تھے والدوں کو، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے کہ انہوں نے نیکسٹ بھی والدو والداتو ہو، اور فیمیل کے لیے بھی انہوں نے انہوں نے پڑھا، یہ کیسے تھوڑا سا بتائیے گا. یہ جو پہلا اسٹوڈنٹ ہے اس کا نام ہے احمد، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس کا نام ہے احمد. تو جی جو ہو ضمیر ہے اس احمد کے لیے استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جی احمد مرد ہے. اب یہاں پہ بھی وہی جو پہلا اسٹوڈنٹ ہے احمد ہے، احمد مرد ہے، لڑکا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے ہو ہی لگانا ہے.
हाजी वालिदातु हू, तो जो हू है हू से मुराद है अहमद, ठीक है। हाँ अगर फातिमा ये बात कहती कि हाजा वालिदी अदनान, तो फिर दूसरा स्टूडेंट कहता हाजा वालिदु हा, इसमें जो हा होता वो फातिमा के लिए होता, फिर यहाँ पे हो जाता हाजी ही वालिदा तू हा खतीजा, तो ये हा जो होता फातिमा के लिए इस्तेमाल होता। ओके ओके स्टार्ट करें आप दोनों। हाजा वालिदी अदनान हाजा वालिदुहु अदनान हाजा वालिदती वालिदती खदीजा हाजी ही ओ हाजी वालिदती खतीजा। रिपीट هذا कीजिए। والده عدنان خديجته हाजी ही वालिदतु هذه खतीजा। والدته خديجته هذا أختي نی أخته سلمى आपने कहना है هذه सुने, आपने कहना है ये मेरी बहन खतीजा है, तो औरतों के लिए हाजी ही लगाते हैं, हाजी ही उख्ती सलमा। ठीक है हाजी ही उखती सलमा हाजी उख्तुहु उख्तुहु सलमा हाजा अम्मुहु उस्मान ये मेरे चचा उस्मान है। अम्मी आएगा यस हाजा अम्मी उस्मान। जी अम्मुहु उस्मानु अम मुजक्कर है, हाजा अम्मुहु हाजा उस्मान। हाजा अम्मुहु उस्मान हाजा इब्नी अली हाजा इब्नुहु अलीयुम हाजी अम्मतु आयशा अम्मती, साथ या जमीर जोड़े ना। ठीक है हाजी अम्मुहु आयशतु अम्मतुहु आयशा। अम्मतुहु आयशतु हाजा सदीकी अहमद अहमद, हाजा सदीकुहु अहमद मुलाकात तरकीब समरी ऑफ द स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े हैं, जितने भी जुमले उनका खुलासा यहाँ पे है। इब्न शाती बिस्मिल्लाह अइना नेतफ कोट कहाँ है अइना नजारद चश्मा कहाँ अइना सईद सईद कहाँ है अइना सईद सईदा कहाँ है इनाम नदवी। मन हाजा ये कौन है मन हाजी यानी मोनस के लिए ये कौन है मन अंत आप कौन हो मन अंति आप कौन हो मुअन्नस के लिए मन हुआ वो कौन है मन हिया मुअन्नस के लिए वो कौन है आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से पढ़ना यहाँ से हुआ ये तवज़ऊ हुआ युसली हुआ यक्रा यक्रऊ हिया तवज़ऊ
هي تصلي، هي تقرأ. إنا تشودري. ماريا. سيدا في المسجد، سيدا في المسلى، سيدا في الغرفة، سيدا في الحمام. سيدة في المسجد، سيدة في المسلى، سيدة في الغرفة، سيدة في الحمام. نهيد بروين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سر. وعليكم السلام. سر سكند ولا پڑھنا ہے؟ نمبر 5 پڑھنا ہے. اچھا تو کیا کا یوز کریں گے سر؟ ہیا والا کون سا؟ ہیا ہنزارا تھا یہ والا؟ نہیں. هذا هو المتف. اچھا اوکے سر. هذا المعطف، هذا المز، هو المتف. اچھا هو کا بھی یوز کریں گے سر. اوکے سر. هذا هو المعطف اور هذا هو المسجد. هذا هو المسجد. هذا والمسجد اور هذا والمصلى. هو المصلى. هذا هو المصلى اور هذا هي النظارة. هذه هي النظارة. هذه هي ال... هي ال... هي النظارة اور هذه المهندسة. هي المهندسة. هذه هي المهندسة. هذه الطيبة. هي الطبيبة. اچھا هذه 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 الطيبة. طبيبة. سودا منصوري. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي سر کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہاں سے. حاضر. حاضر والدی. حاضر والدی عمار. هذا والدي عمار. هذا والده عمار. عمار بھی آگے لکھا ہوا نظر ہے. جی جی. هذا والده عمار. هذا جد، هذا جدي عمار. هذا جده عمار. هذا أمي عمار. هذا أمه عمار. هذه والدتي آمنة. 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 هذه والدته آمنة. هذه جدتي آمنة. هذه جدته آمنة. هذه أمتي آمنة. هذه أمته آمنة. وجيها. هو طبيب. هو مدرس. هو مهندس. هو طالب. Next. زليخة بنت مشتاق. هي طبيبة. هو لڑ اور ڈاکٹر ہے.
هي طبيبة، هي مدرسة، تيتشر هي، هي مهندسة، انجينير هي، هي طالبة وستودنت هي. الوحدة الثانية دوسرا يونت الأسرة فاملي، الدرس الخامس عشر بند ويونت هي الثانية سكندلي فهم المسموع understanding of what you hear. التدريب الأول پہلی مشق استمع سنو ثم دع علامة صحیحة پر ٹک کا نشان لگاؤ فی المربع المناسب مناسب ڈبے میں اس کو دو آپشن ہیں تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے ابن الشاطی سلام وعلیکم السلام بلکہ کچھ پچھلی آڈیو ہے اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں اس میں کرنا تو کچھ نہیں ہے بس خالی سننا ہی ہے اس کو بھی آپ سن لیں پھر ہم آگے وہ سوال کر لیتے ہیں الوحدة الثانية الأسرة الدرس الخامس عشر الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد عمر عمار عليكم عبد الله العباس عمه سعد الوحدة الثانية الأسرة الدرس الخامس عشر الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد عمر عمار عليكم عبد الله العباس عمه سعد التدريب الثاني استمع وأعد عليم أليم عتت أتت عرضها أرضها عسير أسير عتوا أتوا علم ألم يعمر يأمر وعاد وآد يعوده يؤوده سعال سأل تعلمون تألمون سعال سؤال جاع جاء أجزع أجزأ أجزاع أجزاء إرجاع إرجاء
جزع جزاء يقرع يقرأ سؤال كيف شروع كانت التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الوحدة الثانية الأسرة الدرس الخامس عشر ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد يصلي نيكوزي تسوية ثاني تيكا سورة الثانية اثنان ابنة كوزي تسوية سورة الثانية سورة الثانية ثلاثة أم سورة الثانية أم أسيب أو السورة الأولى تشا أوكي حمزة يا حمزة سينتركي أينسي 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 أوكي أربعة جد سورة الأولى خمسة مصلى سورة الثانية ستة عم سورة الثانية التدريب الثاني دوسري مشق استمع ثم دع علامة صحيحة في المربع المناسب سنے پٹی کا نشان لگائے مناسب ڈبے میں دوبارہ دو آپشن ہیں ایک آپشن صحیح ہے نیکسٹ قرۃ العین آپ نے آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری وعلیکم التدریب الثانی استمع ثم ضع علامة صحیح في المربع المناسب واحد هذه شجرة سورة الأول السورة الأولى السورة الأولى اثنان هذا جدي عمر السورة الثانية ثلاثة أحمد في الغرفة السورة الأولى أربعة أحمد يقرأ القرآن السورة الأولى خمسة هذه صورة عمي السورة الثانية ستة هذه عمته زينب السورة الثانية إنام ندري نعم التدريب الثالث استمع ثم أشر إلى الصورة المناسبة من هذا؟ هذا عمي عادل هو مدرس أهلا وسهلا كون سي تصوير هي؟ دال أين خديجة؟ خديجة في المصلى هي تصلي ألف حمزة نہیں جی میں خدیجہ کہاں ہے خدیجہ مصلی میں نماز پڑھ رہی ہے
जी में, ठीक है। लगे उधर। जी, أين عمار؟ عمار في المسجد يقرأ القرآن. با من هذه؟ هذه أمي فاطمة، هي طبيبة. حمزة. نيكست تايم إن شاء الله على الكلام کو شروع کریں گے. کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. سر میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ جو ابھی پریویس جو گزرا، ابھی جو بول رہے تھے اس میں سورۃ الثانیہ، سورۃ، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں ثانیہ کا مطلب ہے دوسری تصویر، سورۃ الاولیٰ کا مطلب ہے پہلی تصویر. سورۃ مطلب تصویر. ہاں جی تصویر. اوکے جزاک اللہ. سادی محترم، آئی ہیو اے کوئسچن. اس سے پہلے جو سب سے پہلے جو وکیبلری تھی جس میں ہم آواز لفظوں کے متعلق بتایا گیا تھا، جس عین اور حمزہ کے متعلق، تو اس میں کچھ حروف کے تو مطلب کچھ لفظوں کے تو ہمیں معنی پتہ تھے لیکن باقیوں کے نہیں بتاتے، تو وہ کیسے پتہ کریں؟ وہ معنی کے لیے ایکسرسائز نہیں ہے، ویسے معنی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں صرف. اچھا جو اس پہ کلک کریں گے مطلب جی جی نظر یہ آ رہا والے، جی جی یہ والے سے، لیکن یہ معنی کی ایکسرسائز نہیں ہے ویسے. اچھا یہ صرف حمزہ اور عین میں فرق کے لیے تھا. بالکل جی، جزاک اللہ خیر. وہی کو کوئی اور سوال؟ تو سر ایک سوال ہے، یہ بک ہم کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ سوری میں نے آج فرسٹ ٹائم کلاس اٹینڈ کی ہے، تو کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیجیے گا. یہ بک اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کریں، آپ کو پی ٹی ایف کا لنک سینڈ کر دیا جائے گا اور آپ اس لنک سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں کتاب. ٹھیک ہے، تو آج ہمارا 7th ہے. جی آج 7th دن ہے. اچھا اور انگلش کی کلاس بھی ہو رہی ہے آن لائن؟ جی انگلش کی کلاس ہوتی ہے 8 بجے صبح. حدیث کی کلاس ابھی 1 منٹ بعد شروع ہونے والی ہے. حدیث کا گروپ علیحدہ ہے، انگلش کا گروپ علیحدہ ہے، عربی کا گروپ علیحدہ ہے، تین گروپ ہیں. تو انگلش کا نہیں میرے پاس ہے لنک، حدیث کا بھی ہے اور یہ بھی ہے، لیکن انگلش کا نہیں ہے. اس کا وہ سسٹر نے مجھے لنک سینڈ کیا تھا لیکن وہ میں نے جوائن کرنے کی کوشش کی لیکن وہ